أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان يوم الدين. وبعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، نبدأ بحول الله وقوته محاضرة جديدة اليوم بإذن الله تعالى من محاضرات السلوك التنظيمي بعنوان التغيير والتطوير التنظيمي Organizational Development and Change. بداية نسأل سؤال، هل التغيير والتطوير مطلوب في المنظمة ولا لا؟ هل يمكن أن تستمر منظمة أيا كان نوعها أيا كان حجمها دون تغيير وتطوير؟ وهل هناك فرق بين التغيير والتطوير أو التغير والتغيير؟ أقول لك نعم، ونشوف كل هذه الأشياء، هناخد بعض الأسئلة سواء كانت صح أو خطأ، نشوف اختيار متعدد كيف تكون الأسئلة، بس أنا عاوز الناس يكونوا مصحصحين ونتأكد أنه بالفعل كل كلمة احنا بنقولها في المحاضرة ممكن تبقى موضع سؤال سواء صح أو خطأ أو اختيار للمتعدد. بداية نؤكد كما اتفقنا إن أهم محاور أو محتويات هذه المحاضرة خمسة. أول حاجة، عملية التغيير والتطوير التنظيمي وأهم خصائصها، يعني هذه العملية هل هي مهمة زي ما قلنا بالبداية؟ هل هي ضرورية ولا يمكن للمنظمة أن تستمر؟ وهناك من يفرق أحياناً بين التغيير والتغير في المنظمة وبين التغيير والتطوير التنظيمي، ويقول إن لكل من هذه الكلمات خصائص مميزة لي. أوكي، إحنا لا نختلف مع ذلك، ولكن إحنا سؤالنا، إحنا قلنا أذكركم بس، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والمؤمنات. إحنا مش قلنا المنظمة كائن حي؟ الكائن الحي ده صفاته ايه؟ التجديد، تطوير، تغيير، النمو. الناس اللي كانوا علمي في الثانوية العامة، وقد يكون خدنا الكلام ده قبل ذلك كمان، صفات الكائن الحي شيء في غاية الأهمية، انه بالفعل انه المنظمة تحتاج الى التغيير والتطوير، ولا يمكن لأي منظمة أن تستمر وتصبح مستقرة إلا إذا كان فيها تغيير وتطوير يتفق مع التغيرات المحيطة بالبيئة بشكل مقرر. النقطة الثانية، أسباب وأهداف التغيير والتطوير. إحنا بنعمل التغيير ده ليه؟ هدفه إيه؟ عشان كده لابد يبقى واضح لدينا مجموعة من الأسباب والأهداف التي تقود إلى التغيير والتطوير التنظيمي. بمعنى إن كل منظمة بها عدة مبررات تجعلها لابد أن تلجأ إلى التغيير والتطوير، وأيضا هناك مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال التغيير والتطوير. بعد كده في المحور الثالث أو النقطة الثالثة، نرى أنواع وأنماط وخطوات التغيير والتطوير. أنواع التغيير عديدة وهنشوفها، وبالتالي ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها حتى يمكن إحداث التغيير والتطوير التنظيمي المطلوب لتحقيق فعالية المنظمة وحسن أدائها واستمراريتها وديمومتها إلى آخره. المحور الرابع، استراتيجيات التعامل مع التغيير، طرق وأساليب التعامل مع التغيير والتطوير التنظيمي. قلت لكم والكلام ده يمكن مر علينا في المحاضرة السابقة مباشرة، اللي احنا بنقول استراتيجيات وما نقولش طرق وما نقولش أساليب، لأن هذه الاستراتيجيات طويلة المدى وذات أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة، عشان كده بنقول لها استراتيجية.
المحور الخامس والأخير يتحدث عن عوامل نجاح برامج التغيير والتطوير. يعني الكلام ده يؤكد أنه لكي ينجح التغيير والتطوير بالمنظمة لابد من توافر عدة عوامل، لكل عامل منها أثر فعال في تحقيق التغيير والتطوير المطلوب بالمنظمة، بما يؤدي إلى استمرارية ونجاح هذه المنظمة مستقبلا. تعالوا كده نشوف أول نقطة أو أول محور عندي في هذه المحاضرة اليوم، تعريف التغيير وتطوير التنظيم. احنا قلنا في البداية هناك عدة تعريفات لأي مصطلح عندنا بالعلوم الاجتماعية، وذكرتم به كل محاضرة. ومن ثم فهناك من يعرف التغيير التنظيمي بأنه عبارة عن تغيير موجه ومقصود وهادف وواعي، وهذه أربع صفات في هذا التغيير: موجه جاي من وظيفة التوجيه، ومقصود وهادف وواعي، يسعى لتحقيق التكيف البيئي الداخلي والخارجي للمنظمة بما يضمن الانتقال إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشكلات التي قد تواجهها المنظمة. ده أول تعريف للتغيير التنظيمي. وهناك تعريف آخر للتغيير التنظيمي يشير إلى أنه تغيير ملموس، يعني إيجابي ومحسوس، في النمط السلوكي للعاملين بما يؤدي إلى إحداث تغيير جذري في السلوك التنظيمي ليتوافق مع متطلبات مناخ وبيئة التنظيم الداخلية والخارجية. وإحنا بنعمل التغيير ليه؟ السؤال اللي إحنا قلناه، أسباب التغيير ده إيه؟ عشان نغير سلوك العاملين في المنظمة، في الشركة، في المؤسسة، ليتوافق هذا السلوك مع طلبات مناخ وبيئة التنظيم، سواء الداخلية داخل المنظمة أو الخارجية اللي احنا خدناها المحاضرة الماضية اللي هي بيئة المنظمة والبيئة التنظيمية. إذن هناك أكثر من تعريف بالنسبة للتغيير التنظيمي، لكن يلاحظ على أن هذا التعريف الأخير يركز على البعد الإنساني للتغيير. لكن لو قلت لك أنا بصراحة وضعت ليكم سؤال عن أبعاد التغيير التنظيمي في المنظمة أو في الشركة أو في المؤسسة في الهيئة، فأنا تتكون من، هل تقتصر على البعد الإنساني؟ أنا ممكن أجيب لك عبارة صح وخطأ الأول، أقول لك هناك من يرى أن التغيير التنظيمي في المنظمة يقتصر على البعد الإنساني، العبارة خطأ. لا، ده في أبعاد أخرى، خلي بالكم. في عندنا بعد هيكلي وبعد تكنولوجي كمان على الأقل. يبقى إذن أبعاد السلوك، أبعاد التغيير التنظيمي هنا ثلاثة أبعاد على الأقل: البعد الإنساني، البعد الهيكلي استراكتر في البناء، والبعد التكنولوجي. إذن هنا أبعاد التغيير التنظيمي وفقا لهذا التعريف الأخير هي البعد الإنساني، لكن هناك أبعاد أخرى أيضا تقع ضمن إطار التغيير التنظيمي وهي البعد الهيكلي والبعد التكنولوجي. كما يعرف التغيير التنظيمي أيضا على أنه مجهود طويل المدى استراتيجي. خلوا بالكم، احنا قلنا أي استراتيجي معناها أنها طويلة المدى، معناها أنه يصعب تغييرها، التغيير مش بالسهولة، على أنه مجهود طويل المدى لتحسين قدرة المنظمة على حل المشاكل وتجديد عملياتها، على أن يتم ذلك من خلال إحداث تطوير شامل في المناخ السائد في المنظمة، مع تركيز خاص على زيادة فاعلية جماعات العمل فيها، وذلك بمساعدة مستشار أو خبير في التغيير. وهنا النقطة دي أكد لك حاجة: من الذي يقوم بالتغيير؟ هل أنا؟ هل أنت؟ هل أي واحد في المنظمة هو اللي بيغير؟ أقول لك لا، ده لازم يكون خبير متخصص سبيشياليست، واحد فاهم، واحد عارف، واحد عنده قدرة على التغيير الصحيح، والذي يقوم بإقناع أعضاء المنظمة بالأفكار الجديدة. التغيير لابد أن
تضمن شيء جديد وشيء ايجابي. خلي بالك زي ما احنا نعرف بعد كده تبقى عندي مقاومه للتغيير، والمقاومه هنا زي ما هنعرف قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه. واحد يقول لي فيه مقاومه ايجابيه، يقول لك نعم، اذا كان التغيير يؤدي الى تكلفه او لا قدر الله الى شيء ضار بالمنظمه يبقى تغيير سلبي مش محتاجينه، يبقى هنا المقاومه افضل. لكن لو التغيير ايجابي، وده وفقا لتحليل التكلفه والعائد، خلي بالك احنا ما بنقولش كده كلام وخلاص، ده لابد يكون عندي دراسات دقيقه واحصائيات دقيقه تبين فعلا مدى فاعليه هذا التغيير ومدى الحاجه اليه. ايضا ناتي الى التطوير التنظيمي. كل الكلام اللي احنا قلناه ده يتعلق بالتغيير التنظيمي. طب والجزء الثاني من عنوان المحاضره التطوير التنظيمي، عندنا ويندل فرانش يعرف التطوير التنظيمي بانه نوعا محدد نسبيا من التغيير المخطط له. نعم هو تغيير، بس يزيد عن التغيير العادي او التنظيمي انه ده مخطط ليه، والهادف الى مساعده الافراد بالمنظمه على القيام بالمهام المطلوبه منهم بصوره افضل. يعني انا اتصور معكم ان التطوير اكثر دقه وتحديدا من التغيير التنظيمي. التطوير التنظيمي اكثر دقه وتحديدا من التغيير التنظيمي. وقد قدم فرانش هنا مجموعه من التعريفات للتطوير التنظيمي تجمعها صفة التغيير المخطط له في المنظمة، والتركيز على الجماعة وعمليات المنظمة، وعلى إدارة ثقافة المنظمة ككل، كلامنا احنا قلناه المحاضرة الماضية، واستخدام نموذج البحث العلمي، يعني الطريقة العلمية الصحيحة، والاستعانة، خلي بالك، agency change، يعني بوكيل التغيير. لابد مش أي حد يقوم بالتغيير الذي يساعد في عملية التطوير التنظيمي داخل المؤسسة. ده موجز ما قاله فرنش عن التطوير التنظيمي. لكن خلوا بالكم، عندنا أميمة الدهان وهي من علماء السلوك التنظيمي تتحدث عن التطوير التنظيمي وتعرفه بأنه عملية مخططة ومقصودة. خلي بالك يبقى تم الخطط ليها مقصودة تهدف إلى تمكين المنظمة من التكيف مع التغيرات البيئية المحيطة بها، وكذلك تحسين قدرة المنظمة على حل مشكلاتها، وذلك من خلال إحداث تأثير على متغيرات المدخلات ومتغيرات الأنشطة أو العمليات، ويتم هذا بموجب استخدام مبادئ العلوم السلوكية. تعريف واضح جدا بالنسبة لأميمة الدهان، بتقول أن التطوير التنظيمي عملية مخططة ومقصودة، والهدف منها تكيف المنظمة وإحداث التكيف بالنسبة للمنظمة للتغيرات المحيطة بها عشان تحل مشكلاتها، وأيضا تستطيع إدخال المتغيرات على المدخلات والمخرجات بتاعتها وفقا لإيه؟ وفقا للمبادئ التي يمكن أن تستفيدها من العلوم السلوكية بصفة. عندنا ايضا محمد حسن، احد ايضا المهتمين بالسلوك التنظيمي، يؤكد ان هناك العديد من التعاريف لعمليه التغيير والتطوير التنظيمي، ويرى انها تعطي معاني متماثله. خلي بالك احنا قلنا في البدايه هناك من يرى ان التغيير والتطوير التنظيمي هما مفهوم واحد، مفيش فرق بينهم، من ضمنهم محمد حسن اهو بيقول ان كلا المفهومين من نواحي الأهداف وهما لا يختلفان متماثلان، من حيث أنها تهدف إلى زيادة وتحسين كفاءة وفعالية المنظمة وتحقيق بيئة صحية فيها، وتحسين مقدرة المنظمة على حل المشاكل والتجديد الذاتي ومواجهة المتطلبات البيئية. يعني إذن هنا محمد حسن اللي بيهتم بالسلوك التنظيمي ويعرف لنا التغيير والتطوير بمعنى واحد، انها تعطي معاني متماثله لكلا المفهومين التغيير والتطوير، من حيث الاهداف
فيهتهدف إلى زيادة تحسين كفاءة وفعالية المنظمة، تحقيق بيئة صحية فيها، تحسين مقدرة المنظمة على حل المشاكل والتجديد الذاتي، ومواجهة المتطلبات البيئية. يبقى خلي بالك هنا، ده أول رأي أو أول اتجاه يرى أنه لا فرق بين التغيير والتطوير التنظيمي. لكن هناك من يضع تفرقة، خلوا بالكم معايا هنا نقطة مهمة، ممكن يجي لك عبارة صح وخطأ. هناك من يرى بعدم وجود فرق بين التغيير والتغير، خلي بالك من اللفظ، دي ياء واحدة ودي ايه فيها اتنين ياء، بس احنا ايهما نستخدم وايهما اكثر أهمية وايهما اكثر شمولا؟ كذلك تم التفرقة بين التغيير التنظيمي والتغيير، أو التغير والتغيير التنظيمي. فالتغير التنظيمي هو ظاهرة طبيعية، خلي بالك التغير هنا كما حدده الكثيرون هو ظاهرة طبيعية ومستمرة في حياة المنظمات، وتحدث أي التغير يعني هذه الظاهرة دون تخطيط مسبق أو مسبق، فهي تلقائية وعفوية، خلي بالك. واحد يجي يقول لي هنا، أنا ممكن أجيب لك سؤال اختيار متعدد، اختيار متعدد، الناس اللي معايا أقول لك على سبيل المثال، ظاهرة طبيعية ومستمرة في حياة المنظمة، تحدث من التخطيط المسبق بشكل تلقائي وعفوي، وهي التغيير ولا التغير ولا التطوير. ممكن يجي كمان يقول لك كل ما سبق صح او كل ما سبق خطا، فهي ايه؟ فين هنا احنا؟ خلي بالك، هل ده الصحيح؟ طبعا زي ما قلنا الف وجوه وجيم ودال. انا لو هنا اجي اقول لك مثلا رقم الف هي التغير، التغير ده ظاهره طبيعيه ومستمره في حياه المنظمه، تغير بيحدث بشكل عفوي وتلقائي، وقد تم تحت تأثير المتغيرات البيئية أو المناخية نتيجة الظروف يعني المحيطة ذات الصلة بمدخلات المنظمة أو بعملياتها أو بمخرجاتها. ده خلي بال حضرتك اللي هو إيه؟ التغير. أما التغيير باتنين ياء زي ما قلنا، فهو تغير موجه، خلي بالك مش عفوي، وهادف يسعى إلى تحقيق التكيف الداخلي والخارجي بما يضمن التحول إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشاكل للمنظمة. وده ممكن أجيب لك هنا بدل ما أنا جبت لك التغير، أجيب لك التغيير وأجيب لك الأربع اختيارات أيضا. السؤال كده أو كده نبقى عارفين. وبذلك تم ربط التغيير بالمنظور الواسع في بيئة المنظمة الخارجية والداخلية. إذن هنا التغيير تم ربطه بالمنظور الواسع في البيئة الخارجية للمنظمة، أما التغير فقد تم ربطه بالمنظور الضيق في البيئة الداخلية للمنظمة. لازم نبقى عارفين، ممكن هنا يبقى زي ما قلنا لكم عندنا اختيار متعدد. النقطة الثانية أو الثالثة اليوم، خصائص إدارة التغيير والتطوير التنظيمي. تتصف يعني الإدارة اللي بتقوم بالتغيير والتطوير دي خصائصها إيه؟ صفاتها إيه؟ سماتها إيه؟ الجهة اللي تقوم بالتغيير والتطوير التنظيمي بالمنظمة بالشركة، ما هي أهم سماتها؟ ممكن أن نحدد 10 خصائص يجب الإلمام بها ومعرفتها والإحاطة بجوانبها من قبل هذه الإدارة، إدارة التغيير والتطوير بالمنظمة. أول حاجة، أول خاصية وأول سمة، الاستهدافية. مش عاوز حد يقول لي أنا جيت لك في الصح والخطأ، أن التغيير يمكن أن يتم بس بدون هدف، عبارة خطأ طبعا. فالتغيير حركة تفاعل ذكي ذكي، لا يحدث عشوائيا أو ارتجاليا. ولذلك هنا زي ما قلت لك، فالتغيير ما قلتلكش التغير باتنين يا أهو قدامنا، الكلمة واضحة،
فالتغيير حركة تفاعل ذكي لا يحدث عشوائيا أو ارتجاليا، بل يتم في إطار حركة منظمة تتجه إلى غاية مرجوة وأهداف مهددة. يبقى أول صفة في صفة من هذه الإدارة أو تصف هذه الإدارة، لابد أن تكون استهدافية لها هدف من هذا التغيير. اثنين، الواقعية. يجب أن ترتبط إدارة التغيير بالواقع العمل الذي تعيشه المنظمة، ما تبقاش زي ما قلنا برج عاجي، ما تبقاش ما لا قدر الله خيالية أو مثالية لأبعد الحدود. لابد أن تكون هذه الإدارة واقعية. السيمة الثالثة، لابد أن تكون توافقية، بحيث يجب أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق بين إيه؟ بين عملية التغيير وبين رغبات واحتياجات وتطلعات القوى المختلفة عملية التغيير. وما ينفعش ما كلهاش هدف. ما ينفعش لا قدر الله تكون بعيد عن الواقع. ما ينفعش لا قدر الله يبقى فيها تناقض وعدم توافق بين الأطراف القائمة عملية أو رغبات وحاجات القوى المختلفة لعملية التغيير. السمة الرابعة، الفاعلية. ويتعين أن تكون إدارة التغيير فعالة، أكتف، نشطة، أي تملك القدرة على الحركة بحرية مناسبة، وتملك القدرة على التأثير على الآخرين، وتوجيه قوى الفعل في الأنظمة والوحدات الإدارية المستهدف تغيير. دي السمة الرابعة. طيب، عندنا أيضا السمة الخامسة، المشاركة. Participation. لابد يكون في مشاركة. تحتاج إدارة التغيير والتطوير إلى التفاعل الإيجابي positive action، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو المشاركة الواعية لإيه؟ للقوى والأطراف اللي تتأثر بالتغيير تتفاعل مع قد التغيير. أنا عاوز المشاركة هنا تبقى فعلية واقعية حقيقية. وخلوا بالكم قبل كده ان اي حد بيشارك او يصنع او بيشارك في صنع شيء سوف يسعى ويعمل على تحقيق هذا الشيء، هذا الهدف. لكن واحد لا قدر الله ما اشتركش في اي حاجه، درجه رغبته وقدرته وتوجهه لتحقيق هذا الشيء تبقى ضعيفه. فالمشاركه هنا صفه اساسيه يجب ان تصف بها الاداره التي تقوم بالتغيير والتطوير. يجب ان تشارك الاطراف المسؤوله عن احداث التغيير. كل ذلك يأتي بشكل إيجابي وفعال. السمة السادسة، الشرعية. يعني إيه الشرعية؟ واحد يقول لي هل التغيير محتاج يكون شرعي؟ يقول لك نعم، وفق إطار الشرعية القانونية والأخلاقية في آن واحد. يعني ما ينفعش التغيير يخالف القانون أو اللوائح القانونية الموجودة عندك في المنظمة وفي المجتمع وفي الدولة أيضا، ولا يخالف أيضا مبادئ الأخلاقية اللي احنا نتميز بيها. عشان ما حدش لقدر ممكن اقول لك مثلا قد هناك من يرى ان التغيير يمكن ان يكون مخالفا للقواعد الشرعيه والقانونيه، يقول لك العباره خطا. لا، التغيير لابد ان يكون شرعي. حتى احنا في حياتنا كاشخاص التغيير لابد يكون ايجابي وفق القوانين الشرعيه والاخلاقيه الى اخره. ثم ايضا السمه السابعه، الاصلاح. سيدنا شعيب عليه السلام عندما كان يهدي القوم في الآخر يقدم لهم مجموعة نصائح ويقول وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. صدق الله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والرسل. الإصلاح صفة مهمة جدا. حتى تنجح إدارة التغيير يجب أن تصف بالإصلاح، ويجب أن تسعى نحو إصلاح ما هو قائم من عيوب. ما ينفعش لا قدر الله تبقى فيه أخطاء ونسيبها ونأتي بالتغيير. لابد من إصلاح هذه الأخطاء بقدر المستطاع. النقطة أو السمة الثامنة، الرشد. رشيدة. يجب أن يكون التغيير هنا والتطوير رشيد. الرشد احنا بنقول عليه يعني سن الرشد، يعني سن البلوغ، سن تحمل المسؤولية، القدرة على التمييز ومعرفة الصح والخطأ. وأي واحد أو واحدة فينا عندما يصل إلى سن الرشد معناه السن الذي تمكنه
ممارسة حقوقه بشكل إيجابي، يطلع هوية ويبقى له حق المشاركة في كل شيء في المجتمع وفي الدولة، ويتحمل مسؤولية بيت، يبني أسرة إلى آخره. أيضا هنا إدارة التغيير والتطوير كيف تبقى رشيدة. الرشد هو صفة ضرورية لكل عمل إداري، يعني لابد أي شيء نفعله، احنا قلنا قبل كده في محاضرات عديدة، أي شيء نفعله لابد يكون اقتصادي. مش معنى اقتصادي يعني من أكون من الناحية الاقتصادية، لا، يعني لابد يقارن بين العائد والتكلفة. أي حاجة نجي نعملها لابد نعمل لها دراسة جدوى، مشروع، أي حاجة بغض النظر ده إن كان مشروع يحتاج لدراسة جدوى، لكن أي شيء نجي نعمله في حياتي لابد نكون عارف إيه التكاليف بتاعته وإيه العائد بتاعه، حتى لو سلوك أي سلوك بسيط في حياتي، أي خطوة نجي نخطوها تتخذها في حياتك لابد تعرف التكلفة بتاعتها قد إيه والعائد قد إيه. يبقى هنا لابد يكون هذه الإدارة رشيدة حكيمة وبصفة خاصة في إدارة التغيير، إذ يقطع كل قرار وكل تصرف لإدارة التكلفة والعائد. يعني أضرب لك مثال، إذا أنا جيت نعمل تغيير دلوقتي وكانت نتيجة التغيير للأسف العائد بتاعها مضر بالمنظمة، هنقوم عليه؟ التكلفة أكتر من العائد، يبقى بلاش منها، بلاش من التغيير، يبقى نستمر على أن نعمل عليه أفضل، صح ولا لا؟ إذن الرشد صفة أساسية في الجهة أو الإدارة اللي تقوم بعمل التغيير والتطوير داخل الوقت. وفقا لإيه؟ لاعتبارات التكلفة والعائد. القدرة على التطوير والابتكار صفة أخرى تضاف إلى إدارة التغيير والتطوير، وهي خاصية عملية ضرورية لإدارة التغيير، حيث يعمل التغيير على إيجاد قدرات تطويرية أفضل مما هو قائم. لازم يكون في ابتكار، في تجديد، في إبداع. الكلام اللي احنا قلناه عن ويليام أوشي الياباني، قال لك ثلاث كلمات هي إكسير الحياة، سر تقدم المنظمات اليابانية، ثلاث كلمات لا غير: الثقة، المودة، المهارة اللي هي القدرة على الابتكار والتطوير والإبداع والاختراع والتجديد. هي دي حيث يعمل التغيير على إيجاد قدرات تطويرية أفضل مما هو قائم أو مستخدم حاليا. فالتغيير يعمل نحو الارتقاء والتقدم، وإلا فقد مضمون عادش له قيمة. آخر سمة وآخر خاصية عندنا وهي العشرة: القدرة على التكيف السريع مع الأحداث. يجب أن تكون إدارة التغيير والتطوير قادرة على التكيف السريع مع الأحداث. إن إدارة التغيير تهتم اهتمام قوي بالقدرة على التكيف السريع مع الأحداث، ومن هنا فإنها لا تتفاعل مع الأحداث فقط، ولكنها أيضا توافق وتتكيف معها وتحاول السيطرة عليها والتحكم في اتجاهها ومسارها، بل وقد تقود وتصنع الأحداث بذاتها للإبقاء على حيوية وفاعلية المنظمة. دي 10 سمات أساسية، فيها أسئلة زي ما شفنا، العديد من أسئلة الصح والخطأ، العديد من أسئلة الاختيار المتعدد إلى آخره. نأتي للنقطة الثالثة وهي أسباب التغيير أو الأهداف التغيير بالنسبة للمنظمة. ليه أحنا بنقول التغيير؟ لماذا يحدث التغيير بالمنظمة؟ إن عملية التغيير والتطوير التنظيمي لا تحدث بطريقة عفوية أو تلقائية زي ما قلنا في الصح والخطأ. هناك ونرى أن التغيير، خلي بالك هنا باتنين ياء وبذكركم بيها للمرة الثالثة، متلكش التغير. التغير ممكن يحدث بشكل عشوائي عفوي، لكن التغيير لا يحدث بطريقة عفوية أو تلقائية، وإنما هناك العديد من الأسباب التي تدعو المنظمة إلى إجراء التغيير. وفي ما يلي عرض الأهم أسباب التغيير والتطوير، وهي 5 أسباب نحددها على النحو التالي: أنا بغير عشان أحافظ على الحوية الفعالة، على استمرار حيوية المنظمة، حيث يعمل التغيير على تجديد الحيوية داخل المنظمة. فالتغيير يؤدي إلى انتعاش الآمال ولذات روح التفاؤل، ومن ثم تظهر المبادرات الفردية والجماعية، ابتكار تجديد أهو، وتظهر الآراء والاقتراحات، ويزداد الإحساس بأهمية وجدوى المشاركة الإيجابية، المشاركة الفعالة اتكلمنا عنها، ومن ثم تختفي روح اللامبالاة والسلبية الناجمة عن الثبات والاستقرار
الثبات الممتد لفترة طويلة من الزمن، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الجمود التي تصاب به العديد من المنظمات خاصة في الدولة. وعشان نتغلب على هذه الأشياء لابد يكون عندي تغيير، ولابد يكون عندي فعلا حيوية فاعلة داخل المنظمة لرفع الروح المعنوية، لإيجاد آراء، لإيجاد مشاركة فعلية، تختفي اللامبالاة والسلبية الناجمة عن الثبات وعن هذا الجمود. السبب الثاني الذي يؤدي أو يكون سبب لإحداث التغيير والتطوير، تنمية القدرة على الابتكار. ده السر الثالث اللي بتكلم عنه ويليام أوشي. التغيير يحتاج دائما إلى جهد للتعامل معه، سواء التعامل الإيجابي بالتكيف أو التعامل السلبي بالرفض. يعني أنت لا قدر الله لو في أي تغيير هتبقى معاه يبقى برضه يحتاج منك تكيف، أو تبقى ضده أو كان بالرفض يبقى برضه يحتاج منك تكيف، كلتا الحالتين تعب. وكلا النوعين من التعامل يتطلب إيجاد وسائل وأدوات وطرق مبتكرة. خلي بالك، سواء التغير التعامل الإيجابي بالتكيف والتلاؤم مع هذا التغيير أو التعامل السلبي بالرفض، كلاهما يحتاج إلى إيجاد وسائل وأدوات وطرق مبتكرة. ثلاثة، السبب الثالث إثارة الرغبة في التطوير والتحسين والارتقاء. أنا عاوز أغير وأطور عشان أحسن وأرتقي بالأداء وأزيد من الربحية وأحقق الأهداف المطلوبة، حيث يعمل التغيير على تفجير المطالب وإثارة الرغبات وتنمية الدافع والحافز نحو الارتقاء والتقدم، وما يستدعيه ذلك من تطوير وتحسين متلازم في كل المجالات التي تهتم بها المنظمة. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة حتى الآن. عندنا بعد كده سبب رابع، لكن قبل ما ندخل في السبب الرابع، فزيادة الإنتاجية وتحسين وضع الأفراد المادي والمعنوي من خلال عدة نقاط. عاوز نربط بين التحسين والتطوير في الأداء، لابد من إحداث عملية الإصلاح والمعالجة للعيوب والأخطاء التي حدثت. هذا أول نقطة. اثنين أو باء، عملية التجديد والإحلال محل القوى الإنتاجية التي استهلكت. تاء أو جيم، التطوير الشامل الذي يقوم على تطبيق أساليب إنتاج جديدة. خلي بالك، إذن أنا عشان نغير لابد ونحسن في الأداء، لابد من عملية الإصلاح والمعالجة للعيوب والأخطاء التي حدثت زي ما قلنا، عمليات التجديد والإحلال محل القوى الإنتاجية التي استهلكت، التطوير الشامل الذي يقوم على تطبيق أساليب إنتاج جديدة. سبب الرابع للتغيير، التوافق مع متغيرات الحياة. نحن نعيش في بيئة الآن متغيرة على مستوى العالم، كلنا عارفين إن الآن جميعا نتحدث عن العولمة وأثرها، ونحن جزء من هذا العالم. أنا ما أقدرش أقول لك أنا أستطيع أن أعزل السعودية عن باقي دول العالم، أو أعزل مصر عن باقي دول العالم، أو أعزل أمريكا عن باقي دول العالم الآن ظل هذه الظروف. وأيضا الآن هذه المؤسسات الشركات لا تستطيع أي شركة أن تعيد معزل عن البيئة المحيطة بها والقوى والمؤثرات والقوى المنافسة الأخرى لها في هذا المجتمع أو ذاك. إذن لابد من التوافق مع تغيرات الحياة كسبب رابع، حيث يعمل التغيير على زيادة القدرة على التكيف والتوافق مع تغيرات الحياة ومع ما تواجه المنظمات من ظروف مختلفة. ما يجيش واحد يقول لي أنا مش مهم نغير، ومش مهم وسائل التطور التكنولوجي ولا التغيرات ولا الطرق الجديدة في الإنتاج، ما يصلح هذا بأي حال من الأحوال. نحن الآن نعيش في عصر العولمة، عصر التقنية، عصر المعلومات. أصبح العالم قرية صغيرة، وهناك دعوات ما زالت صباحا ومساء تدعو إلى إزالة ما تبقى من حوادث. في إيه؟ ما عادتش العولمة دلوقتي هي انتقال رؤوس أموال أو عمالة فقط. رؤوس أموال وعمالة وأفكار وقيم وعادات وتقاليد، كل شيء دلوقتي ينتقل عبر الحدود. خلي بالك، إحنا مش ضد العولمة،
العلماء أصبحت ظاهرة واقعية حقيقية بنعيشها. بس أنا لو سألتني رأيي أقول لك إحنا ناخد الحاجة اللي تفيدنا، لكن أي حاجة لا تفيدنا وفقا لحديث الرسول عليه الصلاة أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لا نرفض التقدم ولا المدنية ولا الحضارة ولا الطرق الجديدة في الاختراع والابتكار، كل حاجة خلقها ربنا سبحانه وتعالى فهي في خدمة الإنسان زي ما اتفقنا قبل كده، والإنسان نفسه والذي لا قدر الله يحولها إلى الشر أو يستخدمها في الخير الذي خلقت من أجله هذه الأشياء. لو خدنا مثل على ذلك الانشطار النووي، الانشطار النووي أصلا يستخدم في الأغراض السلمية، لكن عقلية الإنسان الشريرة استخدموه في القنابل الذرية، وبعد كده صنعوا به قنبلة ذرية. أول ما ضربوا بها ضربوا بها اليابان، جزر اليابان سنة 1945 في الحرب العالمية الثانية، ما زال أثرها الشنيع حتى الآن. ربنا سبحانه وتعالى احنا ممكن نستخدم هذه القوة وهذا الذكاء وهذا الاختراع في الجوانب السلمية، بس هنا دور الشيطان لاغوينهم اجمعين الا قلة الا عبادك من المخلصين. نسأل الله ان تكون كل الاشياء اللي خلقها ربنا تستخدم لصالح البشرية جميعا بدون استثناء. السبب الخامس والاخير الذي يؤدي الى ضرورة التغيير والتطوير بالمضمار زيادة مستوى الأداء، تحسين الأداء، حيث يعمل التغيير على الوصول إلى أعلى درجة من الأداء التنفيذي والممارسة التشغيلية، وذلك من خلال ألف اكتشاف نقاط الضعف والثغرات التي أدت إلى انخفاض الأداء مثل الإسراف والفاقد والتالف والضائع. عارفين عندنا المصانع والشركات والمؤسسات فيها أشياء كثيرة من هذا القبيل، صح ولا لأ؟ وأنا عشان يبقى عندي تغيير جذري، تغيير صحيح، لابد أن أعرف مثل هذه الأشياء وأقف عليه عشان نبدأ بالفعل في تحسين مستوى الأداء. النقطة الثانية معرفة نقاط القوة وتأكيدها. يبقى أنا عرفت نقاط الضعف وأيضا نقاط القوة. أي شيء عشان تعرف قيمته يعرف الشيء بضده بعكسه. عشان كده إحنا نيجي نعرف حتى شيء يقول لك يعرف الشيء بضده، الكلمة وعكسها أبزم، كلنا نقول الكلام ده كلنا عارفينه. معرفة نقاط القوة أيضا وتأكيدها مثل عمليات الحفز، تحسين مناخ العمل، زيادة الرغبة في التفاعل الإيجابي مع العاملين والولاء والارتباط بالعمل، كل هذه أشياء إيجابية تزيد من تحسين مستوى الأداء داخل المنظمة. النقطة التالية أيضا فيما يتعلق بهذه المحاضرة أهداف برامج التغيير وتطوير التنظيم. وإحنا بنغير ليه؟ عرفنا الأسباب وعرفنا التغيير ده مطلوب وضروري، لكن نسأل نفسينا برضو هو الهدف من التغيير ايه؟ مرة اخرى يؤكد ان عملية التغيير والتطوير التنظيمي لا تأتي بطريقة عفوية وارتجالية، وانما تكون عملية هادفة ومدروسة. يبقى لها هدف ومخططة، ومن اهداف برامج التغيير والتطوير التنظيمي 8 اهداف. اول حاجة واول هدف عندنا هنا نسعى لتحقيقه من وراء هذا التغيير والتطوير التنظيمي هو زيادة مقدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة. لسه قايلين دلوقتي البيئة في حالة تغير، في حالة تطور، في حالة تغير مستمر. شفنا المحاضرة الماضية أنواع البيئات التي تعيشها المنظمات وكيف يجب على المنظمة تتكيف مع هذا التغير، وإلا زي ما قلنا قبل كده إذا لم تتغير المنظمة بمنتجاتها وخدماتها حاجة من الاثنين، لما تتغير لا إما تخرج من السوق تضمحل وتموت، ينطبق عليها كلام سيليزنيك زي ما قلنا الذي رأى أن المنظمة كائن حي. يبقى هنا أول هدف زيادة مقدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة بها وتحسين قدرتها على البقاء والنمو. لازم تسعى إلى البقاء والنمو، وده من صفات الكائن الحي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. زيادة مقدرة المنظمة رقم 2 زيادة مقدرة المنظمة على التعاون بين مختلف المجموعات المتخصصة، كل الأقسام وكل الجهات وكل الأشياء المرتبطة بالمنظمة لابد يبقى بينها كوبوريشن، تعاون، من أجل إنجاز الأهداف العامة للمنظمة
ما اقدرش انا لا قدر الله نحقق اهداف المنظمه الا اذا كان هناك تعاون تماسك وترابط وانسجام، وده تحقق ايضا بعد التغيير والتطوير المطلوب. الهدف الثالث مساعده الافراد العاملين بالمنظمه على تشخيص مشكلاتهم وحفزهم لاحداث التغيير والتطوير المطلوب. يعني خلي بالك في بعض الناس زي ما نعرف دلوقتي قبل نهايه المحاضره مقاومه التغيير. ليه بعض الناس بتقاوم التغيير؟ واحد مثلا مدير عام او نائب مدير مش عاوز تغيير. يا عم ونضرب مثال لذلك تطبيق الحقوق الالكترونيه. الكلام ده ان شاء الله هناخده في احدى المقررات الجايه باذن الله تعالى. كمثال، هل كل الناس بتأيد تطبيق الحقوق الالكترونيه؟ اللي هو اداء الخدمات عن طريق الانترنت؟ لا، ده هو عاوز يقعد مدير عام ويشوف الناس كده واقفين طابور طويل قدامه. وعمالات تبقى قدامه عمالات زي ما قلنا المواطنين قدامه قد كده. يشعر بقيمته. يقول لك لا، ده لو قعد واحد على المكتب على الكمبيوتر هيأدي، او كل دول هيأدوا خدماتهم من بيته اذا طبقنا الحقوق الالكترونيه. بس خلي بالك، لو انا عرفت نشخص مشكلات الافراد وحفزتهم على التغيير، ده جزء مهم جدا في تحقيق التغيير والتطوير المطلوب في المنظمة. الهدف الرابع تشجيع الافراد العاملين على تحقيق الاهداف التنظيميه وتحقيق الرضا الوظيفي لهم. واحنا قلنا الاداره الناجحه قبل كده وذكرتها لكم، انك تستطيع الدمج بين اهداف المنظمه واهداف العاملين بها عشان حق الرضا الوظيفي لهم. ما يبقاش في عندي لا قدر الله دوران وترك العمل وتذمر وشكاوى الى اخره. الكشف عن الهدف الخامس، الكشف عن الصراع بهدف ادارته وتوجيهه بشكل يخدم المنظمه. احيانا بتبقى فيه مشاكل وصراعات داخل المنظمات. الاداره الناجحه من وراء بتسعى للتغيير عشان فعلا تقلل من هذه الصراعات وتكشف هذه الصراعات وتعرفها، وإن عرفتها هنا تقدر تحلها وتوجهها بشكل يخدم المنظمة ويساعد في تحقيق هذه الأهداف. الهدف السادس بناء جو من الثقة، بناء جو من الثقة والانفتاح بين الأفراد العاملين والمجموعات في المنظمة. ودي أذكركم فقط بأول مبدأ أو أول كلمة قالها ويليام موشي، الثقة. لا أقصد هنا الثقة بين الأفراد العاملين فقط، بين الأفراد العاملين بعضهم البعض، بين الأفراد والإدارة، وبين الإدارة وكل المؤسسات أيضا وكل العاملين داخل هذه المؤسسة أو تلك. لابد تكون فيه ثقة بيننا حتى في المجتمع، تبقى الدولة قوية، كلنا نبقى إيد واحدة زي ما نقول. وزي ما قلنا قبل كده، عشان تبقى الدولة قوية لابد يكون الشعب بتاعها قوي، متجانس، متفاهم، مترابط. وده اللي احنا نتمناه إن شاء الله لكل دولنا العربية والإسلامية. الهدف السابع تمكين المديرين من اتباع أسلوب، أسلوب إيه بقى؟ الإدارة بالأهداف بدلا من أساليب الإدارة التقليدية. أنا مش عاوز الإدارة هنا تنظر إلى الأساليب البسيطة الاقتصادية، كنت بتكلم عن الإدارة العلمية أو غيره، لأ. ده احنا عاوزين نستخدم طريقة الإدارة بالأهداف، يبقى لنا هدف. اجعل أهداف الأفراد هي أهداف المنظمة، بحيث يقتنع الأفراد تماما وبالفعل إذا حقق الأفراد أهدافهم حققت أهداف المنظمة، وإذا حققت المنظمة أهدافها حقق أهداف الأفراد، وهكذا. الهدف الثامن والأخير مساعدة المنظمة على حل المشاكل التي تواجهها من خلال تزويدها بالمعلومات عن عمليات المنظمة المختلفة. لو انا قدرت بالفعل احقق هذه الاهداف، يمكن القول ان عمليه التغيير والتطوير تاتي بالهدف المطلوب منها. يبقى لابد زي ما قلنا اي حاجه بعملها وفقا لهذا الكلام لابد يكون لها هدف. اي حاجه نخطط ليها لابد يكون لها هدف، ومن ضمنها ايضا التغيير والتطوير. النقطة التالية في هذه المحاضرة أيضا أنواع التغيير والتطوير التنظيمي. نماذج، أنواع، أشكال، كلها معنى واحد. تتطلب نجاح عملية التغيير فهما لطبيعة التغيير وأنواعه. هناك عدة أنواع من التغيير،
حسب المعيار، المقياس اللي احنا هنقيس بيه المستخدم في التصنيع. لو انا عندي ثلاث معايير، اول معيار عندي من حيث الشمول، عندي التغيير الشامل والتغيير الجزئي، او التغيير الكلي والتغيير الجزئي، كما زي ما شئت. يبقى ده حسب اول معيار. انا ممكن كده نعمل انواع التغيير حسب المعيار الاول من حيث الشمول، تغيير شامل وتغيير جزئي. التغيير الشامل ويقصد به ان يكون هذا التغيير على كافه ومعظم الجوانب والمجالات في المنظمه، يعني يشمل كل المنظمه. يعني ما ينفعش انا نغير اداره التسويق ونسيب اداره الانتاج، او اداره مثلا المبيعات، او اداره مثلا قسم العملاء. انا بغير تغيير شامل يعني يشمل كافه او معظم الجوانب والمجالات في المنظمه. اما التغيير الجزئي فيقتصر على جانب واحد او قطاع واحد، كتغيير الالات والاجهزه الموجوده بالشركه، الموجوده بالمنظمه، الموجوده بالمصنع، ده اسمه تغيير جزئي. يبقى ده اول نوع من انواع التغيير حسب المعيار الاول هو درجه الشمول. يمكن ان نقول عندي نوعين من التغيير، جزئي وشامل. التغيير الجزئي يقتصر على تغيير قطاع واحد او مثلا تغيير الالات وتغيير المعدات والاجهزه. التغيير الشامل يشمل كافه او معظم الجوانب والمجالات في المنظمه. ده انواع التغيير حسب المعيار الاول وهي درجه الشمول. التغيير المادي والتغيير المعنوي حسب موضوع التغيير. اذا هنا احنا اخذنا المعيار الثاني وهو موضوع التغيير، نقدر نقول انه بالفعل عنده نوعين ايضا، تغيير مادي وتغيير معنوي حسب الموضوع. التغيير المادي مثل التغيير الهيكلي والتكنولوجي، البناء اللي عندي، توصيف البناء نفسه، تقسيم المؤسسة، تقسيم الادارات اللي عندي، والتكنولوجي التقنية المستخدمة، تغيير مادي. التغيير المعنوي النفسي والاجتماعي الذي يحدث بالمنظمة والعاملين فيها. حسب موضوع التغيير في تغيير مادي وتغيير معنوي، ده حسب المعيار الثاني من حيث موضوع التغيير. المعيار الثالث وهو حسب السرعة التي يتم بها التغيير، وهنا أيضا عندي نوعين، تغيير سريع وتغيير بطيء. أنا هنا عندي ثلاث معايير للتفرقة بين أنواع التغيير، وبتديني أيضا هذه المعايير ستة أنواع من التغيير. فيما يتعلق بالتغيير السريع والتغيير البطيء، التغير السريع زي ما قلنا هو التغير المفاجئ الذي يحدث بشكل سريع. أما التغيير البطيء أو التدريجي فيكون عادة أكثر رسوخا من التغيير السريع المفاجئ. بس خلي بالك ده يتوقف على ايه، ان كان التغيير سريع او بطيء. هذا يتوقف على طبيعه الظرف اللي تمر به المنظمه، الظروف اللي تمر بها او حال المنظمه، الجو العام، المناخ التنظيمي اللي تسود في هذه المنظمه. انا قد يكون التغيير سريع او بطيء يتوقف على الظروف او طبيعه الظروف المحيطه بهذا. امتى نختار هذا او ذاك؟ النقطه التاليه بعد كده خطوات التغيير وتطوير التنظيم. عندنا ايضا ثمان خطوات يمكن من خلالها تحقيق التغيير والتطوير التنظيمي او احداث التغيير والتطوير التنظيمي. يقترح عبد الباري الدره أحد علماء السلوك التنظيمي والمهتمين بالسلوك التنظيمي نموذجا لإدخال تغيير مخطط له. اتفقنا أن التغيير ده مخطط، مش عشوائي، مش تغير، تغيير تو اتنين ياء، مخطط له في المنظمات. يتكون من الخطوات والمراحل التالية وتم الخطوات. أول حاجة عشان نحقق فعلا التغيير، أول خطوة نعملها لابد من معرفة مصادر التغيير. وهنا قد يكون مصدر التغيير بيئة المنظمة الخارجية، وقد تكون الداخلية، وقد يكون المناخ التنسيقي.
خلي بالك ممكن هنا برضو ايه يجي لك اختيار متعدد اهو مرة تانية، ممكن يبقى معانا سؤال هنا اختيار متعدد، بمعنى هذا التغير او هذا التغيير سوري قد يكون في هيكل السوق وتغيرات تكنولوجية وتغيرات سياسية او قانونية، دي بنسميها تغيير ايه بيئة ايه خارجية، بيئة المنظمة الخارجية. وقد يكون مصدر التغيير هو البيئة الداخلية مثل هيكل المنظمة وعلاقة السلطة والاتصال، يعني ما يحدث داخل الموزعين الموردين الى اخره، الكلام اللي خدناه في المحاضرة السابقة. كذلك قد يكون مصدر التغيير المناخ التنظيم السائد، الجو العام بالمنظمة، ونقصد بالمناخ التنظيم هو الجو العام المتمثل في شعور وإحساس العاملين بإنسانية ودفء أو برود وتعقد الأمور في المنظمة. هل فعلا هنا فيه دفء في العلاقة وفيه نوع من التعاون والإحساس بالأمان؟ الجو العام في المنظمة قد يكون أيضا لابد أن يكون معروف لإدارة التغيير المتفائل. إذن المهم عندي هنا نعرف أنه قد يكون مصدر التغيير هنا بيئة خارجية، بيئة داخلية، قد يكون أيضا بسبب المناخ التنظيمي الموجود في هذه المنظمة. النقطة الثانية تقدير الحاجة للتغيير. تقدير الحاجة إلى التغيير، الخطوة الثانية. وذلك من خلال تحديد الفجوة، الفرق بين موقع المنظمة وبين ما تريد تحقيقه، يعني بين الواقع والمأمول زي ما بنقول كده. أنا عايش مثلا حققت حاجة، بس أنا كنت عاوز أهدف لحاجة تاني، أريد تحقيق حاجة تاني، لابد نعرف الفجوة الفاصلة دي قد إيه. الخطوة التانية عشان نعرف أنا عاوز قد إيه من تغيير. زي ما بقول لك الخطوة الأولى عشان نعرف أنا عاوز قد إيه من جهد ووقت وإمكانيات عشان نسد هذه الفجوة بين الواقع والمأمول. الخطوة الثالثة لدخل التغيير والتطوير التنظيمي لابد من تشخيص مشكلات المنظمة. يمكن أنا قلت لحد قبل كده التشخيص الصحيح للمشكلات هو نصف الحل، أو بعض الآراء تقول أنه 75% من الحل. أنا مع هذا الرأي بأمان. قلت لحضرتكم مثال قبل كده، أنا لو عندي طفل عنده سخونة، درجة حرارته مرتفعة، ابني أو ابنك أو أخويا الصغير، أي حد أو أي واحد فينا الكبار ارتفعت درجة حرارته، ذهب للطبيب المعالج بتاعه ولا قدر الله ما عرف سبب السخونة دي إيه، يديه علاج خطأ قد يقضي على حياته، يزود المرض. لكن بالله عليكم لو عرف يشخص السبب يكتب له حاجة بسيطة جدا من العلاج الكيميائي أو غيره ينتهي كل شيء، نبدأ في التحسن. هو ده. لو نقلنا ذلك أيضا للمشكلات الإدارية، المشكلات الخاصة بالمنظمة، وعرفنا نشخص هذه المشكلات سواء كانت التكنولوجيا متعلقة بأساليب العمل أو بالتكنولوجيا المستخدمة أو نسبة الغياب أو أسباب دوران العمل وغيرها من المشاكل، لو عرفنا الأسباب هنضع الحل الصحيح. دي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة التغلب على مقاومة التغيير. احنا لسه قايلين من شوية، هل كل الأفراد في المنظمة يوافقوا على التغيير؟ قلت لحضراتكم لا. وضربت لحضراتكم مرة أخرى مثال بالحكومة الإلكترونية، هل كل الناس بتوافق عليها؟ عايز تطبقها في المجتمع؟ أقول لك لا. فالمقاومة هنا لها أسباب، منها الخوف من الخسارة، واحد يقول لك يا عم لو غيرت ممكن أخسر. سوء فهم اثار التغيير، ده ممكن التغيير ده يؤدي الى لا قدر الله اضرار بينا وبالمنظمه وبعمل الاداء. ايضا متطلبات تطوير العلاقات سلوكيه جديده، ممكن ناس كتير يقول لك انا لا املك هذه المتطلبات، ما عنديش قدره نغير هذه العلاقات. احساس العاملين انهم اجبروا على التغيير، واحد لا قدر الله اكره يعني غير بالقوه عشان كده يقاوم التغيير. التعود على تاديه العمل بطريقه معينه، انا تعودت على شيء معين مش عاوز اغيره، أصبح روتين العمل بالنسبة لي مش عاوز أي جديد. الرغبة في الاستقرار والخوف من مخالفة معايير تفرضها الجماعة غير الرسمية، كل هذه الأشياء لابد يكون
عندنا قدرة المنظمة على التغلب عليها، ودي الخطوة الرابعة عشان ينجح التغيير. الخطوة الخامسة تخطيط الجهود اللازمة للتغيير. يبقى أنا عملت كل هذه الخطوات الأربعة السابقة، نبدأ بالخطوة الخامسة، ويكون ذلك من خلال توضيح أهداف التغيير بشكل دقيق يمكن قياسه. أنا لابد نوضح أهداف التغيير للعاملين والناس المسؤولين والذين يلحق بهم هذا التغيير، وكيف يمكن قياس هذا التغيير. الخطوة السادسة وضع استراتيجيات التغيير. خلي بالك أنا ما قلت لكش برضه طرق، ما قلت لكش أساليب، قلت لك استراتيجيات طويلة المدى. خلي بالك مهمة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار العناصر التي قد تتأثر بها أجزاء المنظمة، وأهمها الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا، القوى البشرية إلى آخره. الخطوة السابعة تنفيذ الخطة، بس إيه؟ خلال مدة زمنية معينة. ما ينفعش ننفذ خطة بس بعد 3 أسابيع، بعد 4 أسابيع، بعد 5، لا ما ينفعش. لابد يكون في مدة زمنية معينة، بعد شهر، بعد 2، حسب نوع الخطة. احنا عارفين التخطيط سنة، 6 شهور، سنتين، 3، 4، 5، في خطة سنوية، في خطة خمسية، في خطة عشرية، في خطة عشرينية إلى آخره. الخطوة الثامنة والأخيرة هي متابعة تنفيذ الخطة. واحد يقول لي ده احنا الخطة أو دور الإدارة ينتهي بتنفيذ الخطة. لا، مين اللي قال لك كده؟ ده لازم يبقى فيه متابعة. ممكن أجيلك في الصح والخطأ. إن دور إدارة التغيير والتطوير بالمنظمة، اكتب معايا أهو، ينتهي بانتهاء الخطة، أو ينتهي بتنفيذ الخطة خلال مدة زمنية معينة. لا بد خطأ، ما ينتهيش الدور زي ما احنا عارفين وفق هذا الخطوة. ده لابد من المتابعة. ليه المتابعة؟ عشان نعرف نواحي القوة والضعف، نعرف الإيجابيات اللي عندي إيه ونزود منها، ونعرف السلبيات اللي عندي إيه ونقلل منها. ده شيء مهم جدا. يبقى لابد نبقى عارفين انه عندنا متابعه عشان نعرف زي ما قلنا الاشياء الايجابيه ونزود منها داخل المنظمه ونزيد من الاهداف، والاشياء السلبيه ونقلل منها بقدر المستطاع حتى نتغلب على كل هذا القصور الموجود عندنا. ما في نقطة بنقولها، إن إحنا بنعمل المتابعة دي عشان نعرف إيه هي نواحي القصور ونواحي الضعف، بالإضافة لذلك نكشف الانحراف. لو حصل فيه انحراف عندي عن الخطة، اللي بيكشف المتابعة، خلوا بالكم. أيضا لابد من وضع واتخاذ الإجراءات والسبل التي يمكن بها القضاء على مثل هذه الانحرافات وعدم الوقوع فيها مستقبلا، تجنب هذه الأخطاء مرة أخرى. فالمتابعة الله يرضى عليكم شيء مهم جدا. تعالوا كده نلخص كل الكلام اللي احنا قلناه خلال هذه المراحل الثمانية. إذن إدخال التغيير في المنظمات بناء على ما سبق ذكره من مراحل، وهي معرفة مصدر التغيير. قلنا في 3 مصادر التغيير ونخلي بالنا منها، داخلية أو خارجية أو مناخ تنظيمي. تقدير الحاجة للتغيير، أنا قد إيه محتاجه في أي اسم وفي أي مكان. تشخيص مشاكل المنظمة، وإن التشخيص أنا مهم جدا، فهو نصف العلاج أو 75% من العلاج الصحيح. التغلب على مقاومة التغيير، لابد يكون عندي من الطرق والاستراتيجيات والأساليب التي يمكن بها التغلب على مقاومة التغيير. تخطيط الجهود اللازمة للتغيير، لابد يكون فيه تناسق وتناسق وانسجام لإحداث هذا التغيير بالمنظمة. وضع استراتيجيات التغيير وتكون واضحة ومفهومة. تنفيذ الخطة خلال مدة زمنية معينة، مدة المحددة زي ما قلنا أيا كانت، سواء كانت سنة أو 3 سنوات أو 4 أو 5 حسب الخطة الموضوعة. ثم ودي نقطة مهمة جدا، متابعة التنفيذ بالنسبة للخطة ومعرفة نواحي القوة والضعف فيها زي ما قلنا، واتخاذ الإجراءات والسبل التي يمكن بها معالجة الانحرافات، ووضع زي ما قلنا وتوضيح الطريق الذي يمكن من خلاله تجنب حدوث مثل هذه الانحرافات
مستقبل. بعد كده عندنا نقطة أخرى وهي استراتيجيات التغيير والتطوير. حقيقي هنا عندنا عدة استراتيجيات يمكن للمنظمة اتباعها عشان تحدث التغيير والتطوير في المنظمة. وتلاحظوا برضو مرة أخرى بنستخدم كلمة استراتيجية بدل من طرق أو أساليب أو الأساليب اللي لازم نحدث التغيير والتطوير. أول استراتيجية عندي هنا اسمها العقلانية، استراتيجية العقلانية الميدانية. ميدانية أنتوا عارفين ميداني أو تطبيق يعني إمبريكال. إمبريكال وراشونال يعني عقلاني، نحن قلنا الرشد أو العقلانية راشونال. أول استراتيجية عقلانية ميدانية إمبريكال أند راشونال تتبعها المنظمة وتقوم على افتراض أن العدو الرئيسي للتغيير أو العقبة الأساسية أمام التغيير هو الجهل. أنتوا عارفين لا قدر الله أذكركم بحاجة بسيطة، مثلث الرعب في العديد من الدول النامية، مثلث يعني له ثلاثة أضلاع، الجهل والفقر والمرض، عافانا الله وإياكم من كل هذه السلبيات. الجهل والفقر والمرض المثلث القاتل للعديد من المجتمعات في الدول النامية. أيضا هنا التغيير يحتاج إلى القضاء على الجهل، ويعتبر أن الجهل هو العدو الأول لعملية التغيير، وعدم الوعي والخرافات. احنا عندنا للأسف ما زالت لغاية دلوقتي في خرافات كثيرة، وأكثر دول تنتشر فيها الإشاعات المغرضة هي الدول العربية بتاعتنا والدول النامية للأسف بصفة عامة. ما زالت هذه المجتمعات تنظر إلى التعليم والبحوث العلمية والدراسات على أنها العامل الرئيسي الذي يقوم عليه التغيير. فالتعليم وسيلة للنشر العلمية، يعني يجب أن تقوم استراتيجية المنظمة على العقلانية الميدانية empirical rational. يجب القضاء على الجهل والخرافات والإشاعات التي أحيانا تروج في مثل العديد في مثل أو أمثلة عديدة لها داخل المجتمعات النامية عكس الدول المتقدمة. الاستراتيجية الثانية التثقيف والتوعية الموجهة normative reducing. تفترض هذه الاستراتيجية أن الحاجز الرئيسي أمام التغيير ليس نقص المعلومات أو الجهل كما في الاستراتيجية الأولى أو عدم توافرها، بل عدم اقتناع الأشخاص أو المنظمات بضرورة التغيير أو عدم رغبتهم فيه أو خوفهم منه. أنا ما بعملش التغيير هنا عشان ما عنديش المعلومات، لا، ده عشان الأشخاص والمنظمات مش مقتنع بأهمية التغيير ومش عاوزين يغيروا عشان خايفين من التغيير. وهنا يحاول القائد أو المدير الذي يرغب في إحداث التغيير أن يتغلب على هذه المقاومة. عن طريق إيه بقى؟ أنت أي واحد فينا وعاوز يحدث تغيير إيجابي منظمة لابد يكون عنده قدرة على مقاومة هذا التغيير، مقاومة هذه للأسف أو التغلب على هذه المقاومة الموجودة للتغيير. بإيه؟ التوعية، التثقيف، إزالة المخاوف وتنمية الولاء للتغيير المراد إحداثه، بحيث يصبح الناس قابلين للتغيير وراغبين فيه بدلا من أن يكونوا رافضين ومقاومين له. من الأساليب المستخدمة في ذلك التدريب، ويهدف لتغيير اتجاهات الفرد ومواقفه في العديد من المنظمات. الاستراتيجية الثالثة القوة القسرية باور كورسيف، يعني هنا يغير بس ايه بالإكراه باللغة البسيطة بتاعتنا. انا ممكن عن طريق العقاب والثواب العقوبات والجزاءات لردع كل من يخالف أو يقاوم التغيير. بس خلي بالك كل استراتيجية من ذلك أيضا ممكن يكون لها ميزة ولها عيب. وفقا لهذه الاستراتيجية فإنه يتم استخدام كافة الأساليب والوسائل لحدوث التغيير بما فيها التغيير بالإكراه بالقوة. فالتغيير يفرض على الجهات المعنية بالقوة
زي ما لا قدر الله احيانا تجي لك اشياء كده في بعض المنظمات تفرض عليك بالقوه، الاداره تفرضها على القوه، بالقوه على العاملين، ويتم التغلب على كافه اشكال المقاومه وتخلي الناس تسكت، ما تقدرش تقاوم بالعقوبات، اي واحد يخالف هذه التعليمات وهذه التغييرات يعرض للجزاءات. وهذه الاستراتيجيه مثلا بالفصل، بالخصم، حرمانه من المحافز، حرمانه من المكافآت مثلا، انا بضرب امثله. وهذه الاستراتيجيه قد تكون فعاله في بعض الظروف، ده من عيوبها. يعني مش هقدر انا على طول استخدم هذه الجزاءات والعقوبات عشان احقق استراتيجيه التغيير. ولكنها قد تكون فعاله في بعض الظروف وفي بعض الحالات الطارئه. يعني ممكن انا في حاله زي المجتمعات ما تكون بتمر بتغيرات بعد الثورات وبعد التغيرات الجذريه محتاجه الى عقوبات وجزاءات مثلا. لكن في المدى الطويل لا تصلح مثل هذه التغييرات بالقوه، لانها لا تضمن ولاء الافراد ودعمهم للتغيير على المدى الطويل. ده الاستراتيجيه الثالثه. خلاصة القول انه على الرغم من عدم وجود استراتيجيه واحده مثلى يمكن استخدامها، وهنا انا ممكن احط لك سؤال صح وخطا. ازاي؟ اجي اقول لك هناك من يرى بوجود استراتيجيه مثلى او مثاليه يمكن استخدامها لاحداث التغيير بفاعليه في المنظمات او في كل المنظمات. لكن لو عكست لك يبقى صح. الافضل ايه بقى؟ انه يمكن لاحداث التغيير بفاعليه، لابد ان يكون ذلك وفقا لطبيعه الموقف والظروف التي تحدد انه يمكن المزج بين الاستراتيجيه الاولى اللي هتكلمنا عنها العقلانيه الميدانيه empirical rational، والثانيه استراتيجيه التثقيف والتوعيه الموجهه. ممكن نعمل منهم زي ما قلنا قد يكون هو الامثل، يعني نستخدم الاثنين مع بعض. نتغلب على الجهل والمرض، وفي نفس الوقت نعمل ان الافراد بدل ما لا قدر الله يلجأوا للتغيير بالإكراه، لا يلجأوا له بالإقناع بالتدريب، وقد يكون ذلك هو الأمثل. وهذا لا يعني، خلي بالك، أنه لا يعني عدم استخدام الاستراتيجية الثالثة اللي هي القوة القسرية بالإكراه بالإجبار. فهنالك ظروف تستدعي ضرورة استخدام القوة للتغلب على مقاومة التغيير، خاصة إذا كان عندنا في الدول النامية زي ما قلنا أو المجتمع يمر بظروف ولا بد هنا من إظهار القوة لإحداث التغيير. النقطة التالية مقاومة التغيير وتطوير التنظيم. زي ما قلنا في البداية هناك مقاومة للتغيير، مش كل الأفراد بيوافقوا على التغيير. مقاومة التغيير هي امتناع الأفراد عن التغيير أو عدم الامتثال له بالدرجة المناسبة والركون إلى المحافظة على الوضع القائم. وفي هذا السياق يقول عاصم الأعرابي وهو أحد المهتمين بالسلوك التنظيمي أن المقاومة قد تأخذ شكلا آخر، وذلك بأن يقوم الأفراد بإجراءات أو القيام بأفعال مناقضة أو مناهضة لعملية التغيير. يعني بدل ما هو يقف مكتوب في الأيدي، لا، ده يتخذ إجراءات أحيانا مخالفة أو مناقضة أو مناهضة ضد يعني عملية التغيير. خلي بالك بس في نقطة مهمة جدا، وهذه المقاومة قد لا تكون سلبية في أغلب الأحوال بل إيجابية. عادي هنحط لك فيها سؤال صح وخطأ. إن هل المقاومة للتغيير قد تكون لها إيجابيات؟ أقول لك نعم. تتمثل إيجابية المقاومة إمتى؟ مصحصحين معايا ولا لأ؟ تتمثل إيجابية المقاومة عندما يكون التغيير المقترح سلبيا. احنا مش قلنا من شويه اي حاجه لابد تكون حسب نحسبها ونقيسها حسب التكلفه والعائد. لو هنا التغيير المقترح سلبيا بمعنى ان الفوائد المتحققه منه اقل من التكاليف، يبقى العائد اقل من ايه؟ من التكلفه، يبقى بلاش منها، ده بالخساره. وعدم الامتثال له يصب في مصلحه الاداره، يبقى انا لو ما نفذتش التغيير، يعني لو الاداره بتاعتي دلوقتي بتقول لي اعمل شيء تغيير مثلا، غير حاجه، بس انا عارف ان التغيير ده
خسارته اكثر من فوائده، يبقى انا في مقاومتي هنا ومصلحه المنظمه ومصلحه الاداره بنفس الوقت. بس لابد يكون مبني على ايه؟ على شيء صحيح، وانا عارف انه بالفعل متاكد تمام التاكيد من المعلومات صحيحه ان التغيير هنا تكاليفه اكثر من فوائده، اكثر من العوائد منه. اما سلبيه المقاومه فانها تتم عندما تكون نتائج التغيير ايجابيه. يعني انا عارف ان التغيير ايجابياته اكثر من سلبياته، مردوده على الموظف والمنظمه كبير مقارنه بتكاليفه، ولمقاومه التغيير ابعاد اخرى قد تاخذ الصفه الفرديه او الجماعيه، وقد تكون سريه او سريه او علنيه. خلي بالك ان ممكن اجي اقول لك هنا ان مقاومه التغيير لها ابعاد قد تكون فرديه او جماعيه وقد تكون سريه او علنيه. بالفعل المقاومه هنا قد تكون كل واحد يقوم بالتغيير كافراد، وممكن كمجموعات. قسم مثلا التسويق بيقاوم التغيير، قسم الانتاج بيقاوم التغيير، قسم خدمه العملاء مش عاوز تغيير ويعمل لا قدر الله احيانا وقفه احتجاجيه، يعني اضراب عن العمل مثلا. يبقى ده كله ايه؟ مقاومه التغيير هنا قد يكون فردي وقد يكون جماعي، وقد يكون سري وقد يكون علني او ظاهر او غير ظاهر. ممكن واحد لا قدر الله قاوم التغيير بس في الخفاء، وده موجود. خلي بالك. بعد كده عندنا الاسباب الشائعه للقوه، ليه الناس بتقاوم التغيير؟ ليه بعض الافراد بيقاوموا التغيير؟ اول حاجه الارتياح للمالوف والخوف من المجهول. في ناس يقول لك انا اتعودت على كده، الطريقه دي مريحاني، انا غير ليه؟ يميل الناس عاده الى حب المحافظه على الامور المالوفه، لانهم يشعرون بالرضا والارتياح ويخشون التغيير لما يجلبه هذا التغيير من اوضاع جديده غير مالوفه. انا مش عارف ايه التغيير ده ايه، وقد يكون الافضل. وخلوا بالكم فعلا زي ما قلنا قبل كده، العديد من الدول الناميه عندنا مفيش روح المغامره عكس الدول المتقدمه، لان احنا حتى واحنا صغار الحكايات التي تروى لينا واحنا صغار كلها ترتبط بالخيال، بالاشياء غير الواقعيه، عكس ما يروى لاطفال الدول المتقدمه بالانجاز، بالامور الواقعيه، بالبطولات، بالمغامره. وده شيء مهم جدا، ان العديد من الدول او المنظمات للاسف والافراد العاملين فيها مفيش نوع زي ما بقول لك المغامره وحب الابتكار وعدم الخوف من المجهول، لكن العكس هو الموجود للاسف. ايضا السبب الثاني العادات. تدل نظريات التعلم المختلفه على ان الفرد يكون عادات وانماط سلوك تحدد طريقه تصرفه وكيفيه استجابته للمواقف، ويشعر الفرد بالارتياح لها لانه لا يكون مضطر للتفكير في كل موقف جديد بطريقه جذريه، بل يصبح روتينا ومبرمجا الى حد ما. يعني اي واحد عاوز يقول يكون مواقف معينه تجاه ما يقابله من جديد يتخذ الموقف دون تفكير، ما عاوزش اي حاجه جديده، يخاف منها، يخاف من نتيجتها. اذا العادات ايضا تلعب سبب ثاني فيما يتعلق بالتغيير. ايضا السبب الثالث هو سوء الادراك. إن عدم القدرة على إدراك نواحي الضعف والقصور في الوضع الحالي، وكذلك عدم القدرة على إدراك جوانب القوة ومزايا الوضع الجديد، يشكل عائقا كبيرا في التغيير. عشان كده زي ما نعرف قبل نهاية المحاضرة يجب على الإدارة إنها تعرف النتائج الإيجابية التي تحدث بسبب التغيير. أنا لما نيجي نعمل حاجة كمدير، خلي نفسك أنت كمدير أو مديرة في العمل بتاعك، لابد تعرف ايه هي الجوانب او هي المزايا بالنسبه للتغيير والوضع الجديد. لانه خلي بالك لو ما عرفتش الناس، ما عرفتش منسوب هذه المنظمه باهميه، مش فعلا هيقاوموا التغيير ويقفوا حجره عثره امام هذا التغيير. المصالح المكتسبه السبب الرابع، حيث ترتبط مصالح بعض الافراد احيانا ارتباطا وثيقا بالوضع القائم. واحد واخد زي ما قلنا وضع معين زي ما يقول الإلكترونية قبل تطبيقها، هو مدير ويبقى سعيد جدا زي ما قلنا إن الناس واقفة قدامه بالطابور طويل، مما يجعل هذا الشخص يقاوم أي تغيير أو تعديل عليه، لأن ذلك يعني خسارة شخصية له، كضياع نفوذه أو مركزه
أول حاجة خسارة مالية أو معنوية بيه. أضرب لكم مثل على ذلك، مخلصين الجمارك قدام أي مصلحة حكومية، ما تروح تلقى لا قدر الله ناس واقفة يقول لك تعالى أنت عاوز تدفع مخالفة مرور مثلا، المخالفة دي ب 300 ريال بس أنا ناخد منك 350 وندفع عليك، خد منك ال 50 ريال ودفع عليك وبتدفع عشان لسه مش هتروح تستخدم الحاسب الآلي أو ما عندكش قدرة على استخدامه إلى آخره. يبقى دول عاوزين يبقى في حكم الكترونية، يقول لك لا مثلا أضرب لك أمثلة. المخلصين الجمارك بدل انت تروح تخلص الحاجه بنفسك يقول لك تعال نخلص لك، جاي لك بضاعه من الخارج او غيره، تعال نخلص لك هذه البضاعه بس هناخد منك مثلا 4000 5000 ريال. مش عاوز هو لا قدر الله يبقى عندك سهوله انت وتخلص هذه الاشياء بنفسك، مش عاوز تصير تطبيق الالكتروني مثلا، يبقى في مصالح مكتسبه. عشان كده بنقاوم التغيير. الانتماءات الخارجيه، فهناك بعض الاشخاص تنشأ لديهم مقاومة التغيير أحيانا عندما يشعر الفرد أو الجماعة أن تقاليد ومعايير جماعة صديقة لي، وهذا بسبب التغيير الجديد المفرد. يبقى هنا لو في جماعة أنا بتعامل معاها موردين أو عملاء بالنسبة للشركات والمؤسسات اللي بتكلم عنها، فتتهدد مصالحهم نتيجة التغيير، يقول لك لا بلاش من التغيير عشان هذه الجماعة الصديقة لا تهدد بسبب التغيير الجديد المفرد. مزايا مقاومة التغيير، لو حد يقول لي لسه من شويه هل التغيير او مقاومه التغيير مزايا؟ خلي بالك من السؤال، هل مقاومه التغيير مزايا؟ اقول لك نعم، رغم انه ينظر مقاومه التغيير والتطور على انها سلبيه. ممكن هنا يقول لك صح وخطا، مره تاني صح وخطا، هل مقاومه التغيير لها مزايا ايجابيه؟ اقول لك نعم، الغالبية تنظر إلى مقاومة التغيير إنها سلبية، ألا أن لها نواحي إيجابية، تعالوا نشوفها. قد تؤدي مقاومة التغيير إلى إجبار إدارة المنظمة على توضيح أهداف التغيير ووسائله وآثاره بشكل أفضل. أنا لفين لو بعض الناس قاومت التغيير تجبر الإدارة زي ما قلنا المسؤولة عن التغيير أنها توضح الهدف من التغيير. مزاياها إيه؟ تكشف مقاومة التغيير في المنظمة عن عدم فاعلية عمليات الاتصال وعن عدم توافر النقل الجيد للمعلومات. لو في اي خطا بقى وفي مقاومه يبقى نشر انا عندي خلل، انا عندي قصور في شيء ما خاصه بالاتصال ونقل المعلومات. ايضا الميزه الثالثه ان حاله الخوف من التغيير ومشاعر القلق التي يعاني منها بعض الافراد العاملون تدفع اداره المنظمه الى ايه؟ تحليل ادق للنتائج. ساعه ما في ناس تتذمر من عمليه التغيير تلجأ المنظمه الى ترجع مره اخرى وتشوف فعلا تحلل فعلا التغيير ده، ترجع للتحليل مره اخرى وتعمل المقارنه والقياس زي ما قلنا بين التكلفه والعائد، النتائج المحتمله للتغيير سواء المباشر او غير المباشر. ايضا الميزه الرابعه تكشف مقاومه التغيير النقاب الحجاب عن نقاط الضعف في عمليه معالجه المشكلات واتخاذ القرارات في المنظمه. اذا هنا مقاومة التغيير لها أربع إيجابيات. بتبين لنا إحنا فين الخطأ، فين اللي عندنا. تجبر إدارة المنظمة أنها تدرس هذه الأشياء، ولابد أن تظهر هذه النقاط بشكل واضح، أو هذه المزايا للتغيير بشكل واضح لكل العاملين المهتمين بهذا بالتغيير. عندنا أيضا استراتيجيات المنظمات في التعامل مع مقاومة التغيير. خلي بالك احنا خدنا قبل كده استراتيجيه المنظمه في احداث التغيير. انا باخد هنا استراتيجيه المنظمه في التعامل مع مقاومه التغيير. انا بحدث التغيير والتطوير بالمنظمه بس في مقاومه. ايه هي الحاجات اللي ممكن نستخدمها؟ وهنا استراتيجيه خلوا بالكم ايضا للتغلب على هذه المشكله. اول حاجه التعليم والاتصال. Education and Communication. هذه الاستراتيجيه تساعد العاملين على رؤيه الحاجه للتغيير والوقوف على منطقه، وقد تتخذ عدة أشكال منها المناقشة الفردية، العرض للمجموعات. وخلي بالك ممكن هنا يبقى عندنا سؤال اختيار من متعدد، بمعنى أنه ممكن يجيب لك استراتيجية نستخدمها لمقاومة التغيير تتمثل في المناقشات الفردية والعرض للمجموعات أو مذكرات وتقارير، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حالة حصول المعلومات المتوفرة عن التغيير أو التحليل المشوه في الاتصال
أو الخاطئ المعلومات المنشورة عن عملية التغيير. ده أول استراتيجية. ومن أبرز إيجابيات هذه الطريقة أنه عند اقتناع العاملين بهذه المعلومات سيساهمون في عملية تطبيق التغيير تماما، بينما يعاب عليها أنها تستغرق وقتا طويلا، وبشكل خاص عندما يكون عدد المعنيين بالتغيير كبير. إذن هنا هذه هي الاستراتيجية الأولى التي تستخدم لمقاومة التغيير في المنظمة. الاستراتيجية الثانية المشاركة والاندماج. يعني إيه مشاركة واندماج؟ Participation and Environment. يعني أنا عشان نتغلب على المقاومة عندي لابد نشارك زي ما قلنا العاملين المسؤولين عن هذه المقاومة الموجودين في المنظمة اللي عندي، وأيضا ندمجهم ونشاركهم في صنع واتخاذ القرارات وفي هذا التغيير المطلوب. أكدت الأبحاث والدراسات المشاركة في برامج التغيير من قبل الأفراد تؤدي إلى الطاعة والالتزام بالتنفيذ، وده احنا قلناه قبل كده. تستخدم هذه الطريقة وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون الأفراد العاملين أو المتأثرين بالتغيير يمتلكون القدرة العالية على المقاومة. أنا عارف إن بعض الأشخاص لديهم تأثير كبير، يبقى نلجأ إلى مشاركتهم، إقناعهم، اندماجهم. من أبرز إيجابيات هذه الطريقة يتمثل في أن المشاركين سيلتزمون بتطبيق التغيير، أما سلبياتها فتستغرق خطوات طويلة. الاستراتيجية الثالثة التسهيل والدعم. تسهيل يعني جاي من فاسيلتي، يعني تسهيلات، فاسيليشن اند سبورت. التسهيل والدعم. وتقوم هذه الطريقة على تدريب العاملين على مهارات جديدة وتقديم الدعم اللازم لهم وإعطائهم فترة راحة بعد التغيير. من إيجابيات هذه الطريقة أنه لا يوجد طريقة أخرى أفضل منها، التسهيلات والدعم. أما سلبياتها فتتطلب وقتا طويلا بالإضافة إلى تكلفتها العالية، يعني تأخذ وقت طويل زي الأولى والثانية. استراتيجية قلنا الاتصال، تحسين الاتصال والمشاركة والاندماج، بالإضافة إلى ذلك تكلفتها عالية. أنا بقدم تسهيلات وأدي دعم عشان الناس زي ما قلنا لا يقاوموا التغيير. الاستراتيجية الرابعة التفاوض والاتفاق. Negotiation and Agreement. تستخدم هذه الطريقة عند وجود جهة تتضرر بشكل كبير وواضح من عملية التغيير. مثلا لا قدر الله في أي قسم عندي في الشركة إذا حدثنا التغيير ده هيحصل فيه مشكلة، يبقى لابد نلجأ إلى هذه الاستراتيجية التفاوض والاتفاق، وبنفس الوقت أو في نفس الوقت تمتلك تلك الجهة القدرة على مقاومة التغيير كإعطاء النقابة معدل أجر أعلى لمنتسبيها من الأفراد العاملين في المنظمة مقابل الموافقة على تغيير تعليمات العمل وإيجابياتها. تتمثل في أنها طريقة، إيجابيات هذه الطريقة تتمثل في أنها طريقة سهلة. من أهم إيجابياتها تتمثل أنها إيه؟ طريقة سهلة. نسبية لتجنب المقاومة. أما سلبياتها تتمثل في إيه بقى؟ أنها احتمال تكلفتها العالية. يبقى للأسف برضو هذه الاستراتيجية تكلفتها إيه؟ عالية. الاستراتيجية الخامسة الاستغلال واختيار الأعضاء. يعني تحس إنه هذه الطريقة فيها استغلال. بموجب هذه الطريقة يوضع العضو المختار من قبل الأفراد العاملين في موقع هام في عملية تصميم التغيير بهدف ضمان مصادقته على عملية التغيير. مثلا يجيب لك رئيس العمال مثلا ويحطه في أو يشاركه في عملية التغيير، يحطه ضمن اللجنة، يعني يضيف ضمن اللجنة الخامة بالتغيير عشان يضمن إيه؟ ضمان مصادقة عملية التغيير. أهم إيجابياتها أنها سريعة نوعا ما وغير مكلفة. أما سلبياتها وقد تؤدي إلى حدوث مشاكل في المستقبل. إمتى؟ إذا شعر العاملون أنهم قد استغلوا. يعني يقول لك احنا اخترناك رئيس للعمال مثلا، عاملين بقى اللي تحت، لكن أنت للأسف مع الإدارة، اتهموا زميلهم اللي هو بيمثلهم لدى الإدارة ان الإدارة استغلته وهو استغل ايه؟ مرؤوسين من العمال.
أيضا استراتيجية الإكراه الظاهر وغير الظاهر. الإكراه الظاهر وغير الظاهر، وبموجب هذه الطريقة يجبر العاملون، بموجب هذه الطريقة يجبر العاملون على قبول التغيير، زي ما خدنا قبل كده استراتيجية الإكراه فورس بالقوة باور، على قبول التغيير فيهددوا سرا أو علنا بفقدان وظائفهم أو بحرمانهم من الترقية أو الفصل أو النقل أو الحرمان من العلاوات، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حالة كون السرعة ذات أهمية بالغة، وأيضا عندما يمتلك منشئ أو ميد التغيير قوة كبيرة. الإكراه الظاهر والباطن ده، الإكراه الظاهر وغير الظاهر ده، زي ما قلنا إذا كانت أو كانت الإدارة قائمة بهذا التغيير لديها قوة كبيرة بالفعل، وتستطيع زي ما قلنا تجبر القائمين بعملية المقاومة إنها تهددهم بفقد وظيفتهم أو حرمانهم من الترقية أو الفصل أو النقل إلى آخره. أهم إيجابياتها إنها سريعة ولها المقدرة على التغلب على أي نوع من المقاومة، وفي نفس الوقت لا تخلو هذه الطريقة من سلبيات. أهم السلبيات خطورة استمرار استياء العاملين من منشئي أو مؤيدين التغيير. عوامل نجاح برامج التغيير وتطوير التغيير، في النهاية ودي آخر نقطة عندنا اليوم، ما هي أسباب نجاح برامج التغيير والتطوير؟ هناك 10 عوامل، ينبغي أن توفر عوامل معينة حيث ينبغي أن توفر عوامل معينة تتيح للقائمين على برامج التغيير والتطوير، يعني الإدارة المسؤولة عن التغيير والتطوير في المنظمات، فرص النجاح في جهودهم. وأهم هذه العوامل هي أول حاجة دعم وتأييد القادة الإداريين لجهود التغيير. أنا ما أقدرش أحدث تغيير والإدارة للأسف العليا ما تهتمش بهذا التغيير، لا ينجح أبدا التغيير. هذا أول سبب، أول عامل. العامل الثاني توافر المناخ العام، المناخ التنظيمي الذي يقبل التغيير ولا يعارض. وجود خبراء أو وكلاء تغيير change agent، عملاء متخصصين، يعني مش اي واحد يقوم بالتغيير اللي يرضى عليكم، لابد يكون في ناس متخصصين في عمل التغيير. العامل الرابع لاسباب النجاح اشراك الافراد والجماعات الذين سيتاثرون بالتغيير في رسم اهدافه والتخطيط له وتنفيذه. العامل الخامس شرح وتوضيح دوافع واسباب التغيير للافراد العاملين. العامل السادس بيان الفوائد الماديه والمعنويه المترتبة على عمليه التغيير للافراد العاملين والمنظمه ايضا. العامل السابع عدم إغفال دور التنظيمات غير الرسمية لما لها من تأثير على سلوك الأفراد بما لا يقاوم التغيير. العامل الثامن معرفة مصادر التغيير وتشخيص المشاكل اللي اتكلمنا عنها قبل كده بأسلوب علمي. العامل التاسع تشخيص عوامل مقاومة التغيير ومراكزه. العامل العاشر والأخير توفر المعلومات والموارد البشرية والمادية والفنية التي تهيئ للتغيير وتساعد على تنفيذه. يعني أنا عاوز الإمكانيات، ممكن تحط تحت الرقم ده كله أو تحت رقم 10 ده العامل العاشر، توافر الإمكانيات التي تنقل هذا التغيير من الحيز النظر إلى الواقع المادي الملموس. جزاكم الله خيرا وشاكر لكم حسن الاستماع، وبذلك نصل إلى نهاية المحاضرة. أتمنى لكم كل التوفيق وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.